بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الأخيرة من سلسلة المحاضرات الحية لمقرر المحاسبة المتقدمة في المستوى السابع محاسبة. الصوت واضح للجميع؟ نعم. بس يبدو انه عندي انا في مشكلة بالمايك، يفصل بعض مرات الصوت، فاذا فصل نكمل عن طريق التايبنج او الكتابة عن طريق الوسائل. طبعا في محاضرتنا لهذا اليوم كما وعدناكم سابقا ان يكون هذا اللقاء خاص في نعم الصوت. إذا في أسئلة يعني اطرحوا الأسئلة كتابة على الكاتنك حتى نستطيع الإجابة عليها، عدين يعني منشوف إن شاء الله يتم إصلاح المشكلة. حتى نصلح مشكلة في الصوت. نعم إذا عنده سؤال يطرحه إن شاء الله سنجيب عليه في مشيئة الله. نعم انا ما زلت في انتظار اسئلتكم، اللي عنده سؤال او استفسار. الصوت الآن لا واضح، الصوت واضح، الصوت نعم. الآن الأسئلة، إذا عنده سؤال أو استفسار فيما يتعلق بالمقرر. طبعا انا دخلت على المنتدى قبل المحاضره، ما وجدت اي اسئله في المنتدى. جميع الاسئله في المنتدى تمت الاجابه عليها.
صوت المخرج من حتى اصل الصوت دقيقتين سأخرج من النظام ثم سأعيد فتح النظام حتى اقوم باصلاح الصوت. ارجو البقاء في المنتدى. الصوت واضح؟ هل الصوت واضح للجميع؟ الآن الصوت واضح؟ نعم. إذن بالنسبة إلى شرح مختصر لطريقة الإلغاء، عند إجراء حساب التسوية ما بين المركز الرئيسي والفرع، طبعا كما ذكرنا سابقا أنه يفترض أن يتساوى رصيد حساب جاري الفرع مع حساب جاري المركز، لأنه يتم تسجيل العمليات في المركز وفي الفرع، يفترض أن يكون هذان حسابين متساويين في القيمة ومتعاكسين في الاتجاه في الطبيعة المدينة والداخل، ولكن في بعض الأحيان لا يتساوى، فيجب أن نعمل تسوية لهذين الحسابين. طبعا وهناك أمثلة عديدة لعدم تساوي الحسابات. طبعا طريقة الإلغاء باختصار شديد تقوم على إلغاء العملية التي أدت إلى وجود الاختلاف ما بين الرصيدين. فأي عملية تؤدي إلى وجود اختلاف يتم إلغاءها بموجب هذه الطريقة. طبعا يكون قيد الإلغاء من حساب بضاعة مرسلة بالطريق إلى حساب جاري الفرع. طبعا هنا لاحظوا أنه تم توصيل حساب بضاعة مرسلة بالطريق للدلالة على أن هذه البضاعة لم تصل إلى الفرع بعد، وبالتالي يتم إلغاءها من هذا القيد. الآن عند استلام البضاعة في الدورة المحاسبية التالية، الآن يقوم المركز الرئيسي بالتسجيل عكس قيد الإلغاء حتى نلغي القيد السابق، فيكون من حساب جاري الفرع إلى حساب بضاعة مرسلة بالطريق. طبعا الآن عندما تم إلغاء القيد الوسيط اللي هو تم إلغاء القيد، فبالتالي يكون هناك عملية كأنه ثبتت من جديد من حساب جاري الفرع إلى حساب بضاعة مرسلة إلى الفرع. إذن القيد الأول عند اكتشاف عدم تطابق حتى تتطابق أسجل القيد من حساب جاري الفرع من حساب بضاعة مرسلة بالطريق إلى حساب جاري الفرع، وعند وصول هذه البضاعة أو استلامها يتم إلغائها من خلال من حساب جاري الفرع إلى حساب بضاعة مرسلة بالطريق. هذا باختصار شديد طريقة الإلغاء. وفي عندكم مثال أيضا على هذه الطريقة بكيفية إثبات القيود اللازمة وفقا لهذه الطريقة. إذن هذه الطريقة تقوم على أن الفرع الذي قام بتسجيل العملية هو الذي يلغيها، هو الذي يلغيها، وهذه سميت ذلك سميت طريقة الإلغاء. واضحة؟ واضح السؤال؟ إجابة؟ نعم تم الحمد لله. أيضا سؤال آخر. نعم في سؤال من خديجة أيضا. اشترت الشركة شين كامل أسهم الشركة صاد، نتج عن ذلك اندماج صاد في شين، وأصدرت الشركة شين في سبيل ذلك 45,000 سهم من أسهمها العادية ذات القيمة الإشنية 10 ريال والقيمة السوقية 40,000 ريال، كما دفعت 50,000 مصاريف طباعة وإصدار الأسهم. الآن كما ذكرنا أن المعالجة المحاسبية لمصاريف طباعة وإصدار الأسهم عند استخدام طريقة الحيازة تعتبر هذه المصاريف تخفيضا لرأس المال الإضافي، نخفض رأس المال الإضافي. فإذا رأس المال الإضافي دائم، عندما أريد تخفيضه يصبح مدين، وبالتالي أنا دفعت أيضا
مبلغ لقيمة هذا الإصدار، فيكون الطرف الدائن هو النقدية والطرف المدين هو رأس المال الإضافي، تخفيض رأس المال الإضافي، لأن كما ذكرت أن المصاريف للطباعة وإصدار الأسهم تعتبر تخفيضا لعلاوة الإصدار أو ما يسمى حديثا برأس المال الإضافي وفقا للتعديلات الأخيرة في معايير المحاسبة الدولية، يسمى رأس المال الإضافي بدلا من علاوة الإصدار. وفي مثال أنا عندي على نفس المثال السابق، إذن واضح القيد؟ هو رأس المال الإضافي كما ذكر الطرف المدين، حيكون عندي رأس المال الإضافي. أسجل القيد ولا خلاص؟ يعني حيكون عندي القيد. الحساب رأس المال الإضافي والطرف المدين حيكون عندي الصندوق والنقدية. نعم أحسنتي، نعم يا بشير أحسنت، إجابة صحيحة. نعم أيضا تبغين القيود كاملة يا خديجة؟ هل تريدين القيود كاملة ولا فقط طباعة الإصدار الأسهم؟ طبعا القيود حيتم عندي اولا قيد الاستثمار وهو العملية اللي تعلقت في الاستثمار، اللي هو على سبيل المثال عندنا مبلغ الاستثمار، نرجع البيانات السؤال، تم اصدار والقيمة السوقية 40. طبعا هنا يتم الاحتساب التكلفة كما ذكرت بالقيمة السوقية للأسهم. إذا أصدرنا 45,000 في 40، 45,000 في 40 يتم احتسابها ضربها، حيكون عندي الناتج 45,000 سهم ضرب 40 هيكون 1,800,000. إذا 1,800,000 من حساب استثمار في شركة صاد، هذا الطرف المدين من القيد، إلى طبعا الطرف الآخر يكون عبارة عن رأس المال ورأس المال الإضافي.
رأس المال يحسب بالقيمة الإسمية. كم القيمة الإسمية؟ لعشرة، إذا 450 هيكون عندي 450 ألف إلى حساب رأس المال، أو 450 ألف إلى حساب رأس المال. والفرق بين 1,800,000 و450 هيكون عندنا رأس المال الإضافي. أيضا المصاريف كما ذكرنا وفقا لهذه الطريقة لا تعتبر ضمن تكلفة الاندماج، ويتم تسجيل قيد من حساب المصروفات إلى حساب النقدية، إلى حساب النقدية. هذا بالنسبة للمصروفات. وأيضا المصاريف الطباعة كما ذكرنا تحسب من خلال القيد اللي ذكرناه، وهو تخفيض رأس المال الطرف المدين رأس المال الإضافي، والطرف الدائم يكون عبارة عن النقدية. واضحة خديجة؟ واضح السؤال؟ نعم. طيب نشوف الأسئلة الأخرى، بس نستقبل الأسئلة الأخرى. سارة عندها سؤال، عند تخفيض رأس المال برد جزء منه للشركاء، هل الطرف الدائم جاري الشريك أو النقدية؟ سؤال. طبعا عند تخفيض رأس المال، عند تخفيض رأس المال طبعا رأس المال دائم عند تخفيضه سيصبح مدين، إذا من حساب رأس المال الآن حسب السداد التخفيض، إذا كان حطه إلى حساب جاري الشركاء، بعد ذلك من حساب جاري الشريك إلى حساب النقدية إذا دفعناه نقدا، وإذا تم دفعه مباشرة سداد من حساب رأس المال إلى حساب النقدية. أما إذا لم يتم سداده مباشرة نقدا يتم من حساب رأس المال إلى حساب جاري الشريك، يصبح الجاري دائن بمبلغ التخفيض رأس المال ورأس المال مدين، فأي حساب يتم تخفيضه يعكس طبيعته. هذا حساره؟ نعم. حسب السؤال جواب جاري الشريك، نعم، طرف الدائن من حساب رأس المال إلى حساب جاري الشريك. إلى حساب جاري الشريك، نعم. نعم. واضح؟ في سؤال أيضا من خديجة، عند إعداد الميزانية الموحدة يتم إظهار الحقوق غير المسيطر عليها في الجانب المدين من عمود التسويات، في الجانب الدائن
من عمود التسويات لا تظهر حقوق الغير المسيطر عليها في عمود التسويات ليس مما ذكر. نعم الآن في قائمة المركز المالي ذكرنا أن الحقوق غير المسيطر عليها يتم معالجتها وفقا لطريقتين: طريقة إظهار الشركة أو وفقا لإظهار الشهرة الجزئية، أو طريقة إظهار كامل قيمة الشهرة. طبعا هنا يجب كما أقرت المعايير إظهار حقوق غير المسيطر عليها، وهي الجزء الآخر من الغير ممتلك من قبل الشركة القابضة. فوفقا لطريقة الشهرة جزئيا أو إظهار الشهرة جزئيا يتم إظهار حقوق الأقلية بصافي القيمة العادلة، دون إظهار حقهم بالشهرة، لأنه وفقا لهذه الطريقة يتم فقط إظهار ما يخص القابضة. أما إظهار الشهرة كليا لا، يتم إظهار كامل قيم الشهرة أي ما يخص القابض ويخص الأقلية. أما عن كيفية إظهار حقوق الغير مسيطر عليها في الميزانية الموحدة فهي تظهر في الجانب الدائن من بند مستقل في عمود التسويات من بنود حقوق الملكية للشركة القابضة، فهي الإجابة الدائن من عمود التسويات لأنها ضمن حقوق الملكية، وحقوق الملكية حساباتها طبيعتها دائنة، وبالتالي تظهر في الطرف الدائن ضمن حقوق الملكية. نعم، في سؤال آخر إذا إجابة دائم في عمود التسويات. أيضا أسئلة أخرى؟ طبعا يعني التوصيات في الاختبار النهائي قراءة السؤال جيدا، إكمال السؤال، يجب على الطالب أن لا يقرأ نصف السؤال ثم يقوم بالإجابة مباشرة، يقرأ السؤال كامل ويتأنى في قراءة السؤال، حيث أن مفهوم السؤال ومعرفة السؤال هو تقريبا نصف الحل. فيقرأ السؤال ويفهم ماذا يطلب السؤال، ثم يبدأ بالأسئلة اللي يعرفها ويعرف إجابتها ومتأكد من إجابتها، لا يضيع وقته وهو يفكر في أسئلة ما يعرف إجابتها، يجيب على جميع الأسئلة اللي يعرفها ثم يعود بعد ذلك للأسئلة اللي تركها ولم يقوم بالإجابة عليها. والأسئلة إن شاء الله يعني مباشرة وواضحة ولن تتعدى في صعوبتها ما طرح من أسئلة.
كم مسألة حسابية. والله يا سارة ما عديت المسائل الحسابية في الاختبار، ولكن المقدمة المحاسبة المتقدمة تعرفون من مواد المحاسبة، والمواد المحاسبة تقريبا يعني 60% منها عملي و 40% نظري، يعني من 60 إلى 70 عملي و 30 إلى 40 نظري عادة. ولكن ما يميز أسئلتها أنها مباشرة وسهلة، حتى الأرقام كانت سهلة يعني أيضا، ليس الهدف هو اختبار الطالب في كيفية الاحتساب والعد والمسائل الحسابية، الهدف هو الفهم الأساسي للمخرج، وبالتالي جاءت الأرقام أيضا سهلة. حتى اللي ما معه آلة حاسبية يستطيع الحل، ولكن يفضل استخدام الآلة الحاسبة. الآن الأسئلة، أطرح أسئلة يعني احنا طرحنا أسئلة كثير خلال الفصل، يعني الأسئلة اللي أنا أطرحها يعني هتكون هذه ما أدري يعني ما هي الأسئلة اللي أختارها حتى أطرحها، يعني هل أعيد طرح الأسئلة اللي طرحنا على المقرر كامل؟ يعني أنا ذكرت في المحاضرة الماضية تحضير المراجعة، يعني للطالب اللي عنده المحاضرة الأخيرة دائما تكون للمراجعة، اللي عنده سؤال أو عنده استفسار، وما طرح في اللقاءات الحية من أسئلة واستفسارات كانت يعني تغطي المقرر بشكل يعني كبير وليس كامل. في سؤال أي فصل في المقرر هو أهم 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 فصل من الفصول؟ والله يعني أنا ما يعني الفصول ما أهميت واحد عن الآخر، عندي ثلاث أجزاء في المقرر، عندي محاسبة الشركات والفروع والاندماج، أعطيت 13 سؤال على الشركات و13 سؤال على الفروع و14 سؤال على الاندماج، فوزعتها بالتساوي وبعدالة تامة على الفصول، كل فصل تقريبا أخذ نسبة متساوية. طيب في هدى أيضا تسأل، دكتور أنت قلت 90% من الاختبار يجي من ملف الأسئلة، طيب 10%؟ 10% أيضا 90% منها من ملف الأسئلة. لا 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 إن شاء الله، يعني أولا من خاف سلم، يعني إن شاء الله الأمور سهلة وبسيطة وما في أي خوف، يعني كما في السمسترات الماضية يعني كان الطلاب يخوفون، المادة طويلة صراحة يعني كانت، ولكن عند الاختبارات يعني كانت الأمور سهلة وبسيطة ولن تتحدى يعني ما طرح وما شرح في اللقاءات والمحاضرات الحية. ف كما ذكرنا سابقا أن اللقاءات الحية هي الأساس في وضع أسئلة الاختبار النهائي. مشكلتنا في حساب الفروع، حساب الفروع يعني معظمها على القيود، كانت عبارة عن قيود، وهي طبعا يعني إن شاء الله سهلة ما فيها شيء، نحاول أن يعني لا نتعرف على طبيعة القيود والحسابات، لأنه فيها حسابات أول مرة تأخذونها يعني. نعم طبعا البضاعة المحولة بسبب افتراضي، لا هنا في حسابات المركز يتم يعني إقفالها في ال يعني ليش حاطين خيارين انتم بالاسئله، يعني وين باقي الخيارات؟ انا كنت اعطي في معظمها يعني اكثر من خيار.
يعني هل كانت فقط خيارين السؤال؟ متاجرة الفرع أرباح وخسائر المركز. نعم. لا هي في طبعا في وفقا للطريقة المركزية كما ذكرنا أنه لا يتم توصيف أو تسجيل أي قيد في الفروع، وإنما كافة العمليات تتم بالمركز في المركز. فهنا هذه طبعا الفارق يتم إخفاله في حساب أرباح وخسائر الفرع، أرباح وخسائر الفرع، يعني حتى المصاريف الإدارية أيضا يتم إخفاله في حساب أرباح وخسائر الفرع، وكذلك كما ذكرنا أيضا فروقات يتم إقفالها في حساب أرباح وخسائر الفرع. نعم. في سؤال؟ في سؤال؟ طرح المدينة من قيد إطفاء الفروقات بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لأصول الشركة التابعة، واللي يخص الشركة القابضة طرف. نعم اللي يخص الشركة القابضة، يعني كذا إشارة أكبر. نعم إطفاء الفروقات، طرح المدين من قيد إطفاء الفروقات بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لأصول الشركة التابعة. وما يخص الشركة القابضة كانت القيمة العادلة أكبر من القيمة الدفترية وفقا للطريقة الملكية. يعني بالإجمالي كانت الإجمالي الطريقة أكبر نعم. الآن كما ذكرت التغيرات على حساب الاستثمار، هناك طبعا ثلاثة طرق تستخدم ل احتساب التغير في الحساب الاستثمار، وهذه الطرق هي طريقة الملكية والملكية غير المكتملة وطريقة التكلفة. يعني هنا فقط أوضح أن البيانات أو الأرقام التي تأتي في القوائم المالية الموحدة كما ذكرنا تكون نفسها في الثلاث قواعد أو في القواعد المالية بثلاث طرق. يا
يعني أنا سواء استخدمت طريقة الملكية أو طريقة الملكية غير المكتملة أو طريقة التكلفة، فما يظهر بالقوائم المالية وفقا لهذه الثلاث طرق يكون بنفس الـ 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 الأرقام، يعني لأنه إذا استخدمت هذه الثلاث طرق سيتم استبعاد بعض الحسابات عند استخدامها، وبالتالي لن تتأثر القوائم المالية الموحدة بالثلاثة طرق. إذن ولكن عند استخدام طريقة الملكية كما ذكرنا أنه حساب الاستثمار يتأثر بثلاث متغيرات. طبعا المتغيرات هذه اللي هي الأرباح المحققة في الشركة التابعة، وأيضا الفروقات ما بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية، وكذلك توزيعات الأرباح. فبالنسبة للبند الأول اللي هو الأرباح، حصة القابضة من أرباح التابعة تعتبر زيادة لحساب الاستثمار. فإذا حققت الشركة التابعة أرباح فإن حصة القابضة في هذه الأرباح سوف تزيد من حساب الاستثمار، وبالعكس إذا كان حققت خسائر هذا يخفض من حساب الاستثمار. الآن بالنسبة للفروقات ما بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية، طبعا أنا شرحت هذه الفروقات من خلال اللقاءات الحية، ما مفهوم هذه الفروقات، يعني ماذا نعني بالفروقات ما بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية، وهي الفروقات التي لم تفسد عليها استهلاكات في الشركة القادمة، لأنه حنا لما حسبنا الاستهلاكات للشركة التابعة حسبناها على القيمة الدفترية وليس على القيمة العادلة، الآن لما تم التقييم بالقيمة العادلة إذن سوف يكون هناك بعض المبالغ لم يتم احتساب إهلاك عليها، وهي الفرق ما بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية. الآن إذا كانت هذه الأطراف حسب طبيعة هذا البند مدينة أو أدائنة، هل هي تخفيض لحساب الاستثمار أو تضاف إلى حساب الاستثمار؟ فإذا كانت القيمة العادلة تزيد عن القيمة الدفترية فهذا يخفض من الأرباح، وإذا كانت العكس يزيد من الأرباح. أما بالنسبة لتوزيعات الأرباح فتوزيعات الأرباح تعتبر تخفيض لحساب الاستثمار وفقا لطريقة الملكية. فإذا يكون القيد على سبيل المثال من حساب أرباح الاستثمار في الشركة التابعة إلى حساب الاستثمار في الشركة التابعة. لاحظ أنه تم تخفيض حساب الاستثمار من خلال الإطفاء الفروقات بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية. واضح؟ إذا القيد يكون من حساب أرباح الاستثمار في الشركة التابعة إلى حساب الاستثمار في الشركة التابعة. أيضا الباقي أسئلة أخرى. طبعا أيضا الطلبة الذين لم يستطيعوا
إذن بالنسبة لل أيضا سنتم مواصفاتكم وإجاباتكم واستفساراتكم من خلال المنتدى حتى لا نطيل عليكم في هذا المقرر، ولكن بالاطمئنان الأسئلة تستمر نهائي سهلة وواضحة إن شاء الله وتكون مباشرة، واللي عنده سؤال يطرحه من خلال المنتدى وسوف نجيب عليه بمشيئة الله. في أي سؤال آخر قبل ما ننهي؟ نعم، وإياكم إن شاء الله أعزائي الطلبة إلى هنا ينتهي اللقاء بكم لهذا اليوم، لكم مني كل التمنيات بالتوفيق والنجاح بمشيئة الله.